الو حبايبنا، اليوم راح نشوف مع بعض السبر المتطورين ونشوف شو راح يصير، فيش فيه تحديثات جديده واضافات جديده بالتحديث الجديد. خلينا نبلش على السريع شباب، الوضع اليوم في اكثر من شغلات لازم تستكشفهم مع بعض. اول شيء نجي ناخذ لهون، ندخل لهون عليهم فيهم جوائز، هذول الذهب هم عليهم راح يعطونا نوصل لليفل مباشره. تم رفع المستوى، يا سلام، مستوى 16 يا جدك. اوكي الو، تم رفع المستوى، يا سلام، تهنينا، اخذنا جوائز، ما جوائز حلوه. اوكي خلص ولو فهمنا يا زلمه، بس يا اخي خلاص فهمنا بس أوه. بس كل هذا الشيء فهمنا، تم رفع المستوى، تهنينا بس يا اخي. اوكي بعدين تمام، حلو، حسنا تمام. بس شو هذا الصندوق الذهبي، شو وضعه؟ اوكي الظاهر انفتح معنا، تمام. هون شو في عندنا شباب؟ هون شوي قطعة الشاملة، اوكي يمكن التحويل الى اجزاء ذكريات لاي شخصية. اوكي تزويد، حلو. اوكي في كمان عندنا اليوم مرافق جديد شباب اسمه سبار، بغلب نحن النمو. اوكي مكتوب عنه هون مكتف ذاتي، شو بس المهارات تبعيته يا طيبين، شو المهارات تبعيته؟ رجل مهاراتك يا جدك. اوكي استعط اي بي بعد البقاء ساكنا لبعض الوقت. اوكي نجي ناخذه. اوكي ما نقدر ناخذه لانه عم يقول لك لازم تنتظر بعد يوم الغداء تدخل على السيرفر مره ثانيه وتجربه. اوكي شكرا، انا راح اشوفه بشكل متى. اوكي خلينا بس ندور عليه. اوكي ظهر تغيرت مكان هذا الشكل. اوكي هذا هو صاحبي، راح اشوفه عليه من هون راح نفهم الوضع. اوكي عندما يبقى الملك ثابت لمده 8 ثواني يستعيد 10% السهم، يتوقف الاستعادة بمجرد استعادة 100 أو عند الحركة القفز. أوكي يعني مدة 8 ثواني بتبقى واقف، أو لما تطوره ماكس 6 ثواني، يعني تبقى هذه 6 ثواني بيزيد لك النقاط هذول الصفرة. حلو حلو والله، حتى شكله بعده شو هي. وطبعا اليوم عندنا شخصية جديدة اسمها مقسم شكل، شو معناه بشكلها بيرميس اسمه. أوكي هالشخصية أول خلينا نرفعها، طول بالكم عم يقول لك قنبلة 150 عارضة من نقاط الصحة تسافر بشكل مستنقل لمدة 5 ثواني عفوا، ثم استخدم هذه المهارة مرة أخرى للانتقال الفوري موضوع العارض. عم يقول لك سيتم تبديل العارض بعد الاستخدام. اوكي طول بالك، يعني نجي نعمل نطوره، نرفع ماكس هذا عشان نشوف جديدة. اوكي على ما بالواقع معناه رح نفهم أكثر. اوكي نرفع ماكس، رفعنا ماكس. اوكي هاي البنر تبعه، يا سلام، نفتح هذول. اوه فتح، ثواني bruises and cuts. حلو، ما عاد في هذول الزايد اللي بتضيفها، يعني هذا كنا مشتريهم هذول. اوكي حلو، ما اعرف اذا كانت قبل موجوده ولا بس، ولكن ما بعرف شو باللوز ولا باللوز. لا تاكدت الظاهر انه هي جديده شاب، اضافه جديده وحلوه كثير. لا هو هي يعني تفتح الخارطة. اوكي حلو، هاي مرتبه. اوكي بس خلينا نضيف هذول بشكل عشوائي، هذول الشخصيات اللي اعطونا اياهم. اوكي ندخل نجرب هذه الشخصيه الجميله. لا نقدر نجرب المرافق اللي جيت تبعنا. حلو نجرب المرافق هذا كمان، راح نجربه. حلو كتير، نجي لهون نطوره كمان، يا سلام فرق. اوكي نطوره، يا سلام، ايوه نطوره ماكس، نجربه. حلو حلو حلو، نايس، مرافق جديد وشخصيه جديده عندنا، شيء كتير حلو. تمام حلو، هي طورناه ماكس، ملابس تبعه والحركات. حلو تمام، جرب الشخصية والمرافق. اوكي دخلنا على التدريب يا طيبين مثل ما انتم شايفين. شوفوا على المواقف، انا عم يزيد قول لي للمية، يعني دائما عندك الاي بي هي العلامة الصفراء دائما بتكون 100. حلو اضافة حلوة وشغلة حلوة. اوكي تمام، الان خلينا نجرب هالشخصية معلم. اوكي عم يقول لك انك تعمل هيك. اوكي شو هذا طلع؟ ايوه وين راحت يا اخوي؟ الو أو شو صار؟ بس اصبر شوي، تنتظر شوي لتبين تكمل. اوكي تمام، اصبر نجرب مره ثانيه نشوف. اوكي انا لازم لك بس لا مستحيل، لا ثواني نجرب مره ثانيه. اوكي نترك على الاخير قبل الاخير، يعني بتروح على بعد كثير بتروح. خلينا نرسل عند صاحبنا ادم هذاك. اوكي لحتى وقفت، واو بوم. لا لا هذا شيء حلو، لا عن جد اضافه حلوه كثير صراحه، شخصيه يعني ما كنت متوقع انها تنزل لك شخصيه شباب ابدا. نايس حلو كثير كثير حلو، شيء جديد. اوكي خلينا نجربها بحب الواقع. ايوه بس يا سلام، ايه قتلونا يا شباب من اول ما دخلنا.
السلام عليكم. اوكي بس انزل بالواقع هيك، نعمل هيك. اوكي اختفيت. ووو والله الشخصية معلم. يا الله حاسسي عندي تعبانة. طبعا هون يا جماعة هون في شيء اسمه لوحة متصدرين لمجة السلاح. يعني معلم تصدرات جديدة. طبعا هذا النظام ما لي فهم له نكتب كل بشكل صريح. اوكي بس ولكن الظاهر انه على حسب الاسلحة ممكن تتصدر انت والاسلوب معك هيك الظاهر. اوكي طبعا يا جماعة الان بالسيرفر، السيرفر العادي سيرفرنا العادي مش المطورين. اوكي وانا بشوف هيك شغلة، ركزوا على هالتعديل اللي صاير هون. اوكي اعطونا لكم بالتعليقات تحت. هون انا بالسيرفر المينا عادي عادي يعني مش بالتحديث، وهون بالسيرفر المطورين هون هون عندك عم يقول اطلق عنها الموجة صوتية الامام والحق ضرر 6. السيرفر المطورين التعديل 57 هون بنعرف هي 50 لتحت والاخرين ليفل 1 ليفل 6 بصير 100. بس بينما القديم عم يقول لك ضرر 5 معناتها شخصية سكايلر الشيء اللي فهمته ما اعرف انتو يعني الشيء اللي فهمته صح ولا لا، انه راح تتحسن اكثر راح تصير افضل شيء لايت نايس. جد شيء كثير حلو شخصية سكايلر راح تتغير الشيء اللي زين فهمه. ها طبعا نعمل التعليقات. اوكي وشخصية كنتا هي كمان لاحظت شيء غريب عجيب كمان، هون عم بيقول لك تهدي 120 ليفل 1 بتوصل ليفل 6 ب 70 عرض يبلغ من العرض 5 متر ويقل 60% والامام يستمر مده 0 ثانيه من ضرر السلاح القادم من الامام يستمر مده 0 ثانيه يعاد تعيينه عندما يطلق مستخدم النار وقت تهدئه 5 ثواني. اوكي وهون السيرفر اللي قبل التحديث هون عم بيقول لك يستمر مده 5 ثواني. حبيبي والله انا صراحة اني في اكثر من معلومة بنفس الوقت وبلشت اضيع، فهمتوا علي شلون؟ هون عندنا بال ما اعرف يا طيبين اكتبوا لنا بالتعليقات شو 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 التفسير لهذا التعديل بهالشخصيتين. اوكي وهذا الشيء اللي لاحظت عليه هالشخصيتين. اوكي ما اعرف اذا في لسه على الباقي بحاول ادور بس ولكن في كثير يا طيبين هيك رح نستكشفه كله بالتحديث عشان نستكشف احسن. اوكي بالنسبة للاسلحة الطيبين خلينا نشوف الاسلحة. صراحة ما شفت شيء يعني شيء يعني جديد، ما في اسلحة جديدة تمام، شخصية جديدة حلوة. ونشوف هون أسلحة الرشاشات، ما أسلحة الرشاشات ما في شيء أبدا، بس لقى في شيء يعني ما أعرف إذا هو جديد ولا قديم، بس ولكن شكله جديد، هو يعني معلم ضعف جودة يو اس بي، صار يا لا سلاح جديد هو معلم، سلاح اليو اس بي جديد، لا سلاح جديد شكله، لأنه اليو اس بي معلم نعرفه فرد واحد بينما هون معلم صار عندنا اثنين يو اس بي، وات ذا هيل، لا هو من قبل موجود، شباب صدقوني أنا ما شكلي ما مصحصح، المهم. ايوه طبعا هون يا شباب لما ندخل على متجر الاسلحه كمان مثل ما تشوف طالع هون معك شفت العلامه هي، هذا راح يصير نظام جديد بالنسبه للاسلحه يعني بالترتيب العالمي، فهمت علي شلون؟ هون عندنا هون اكري، شو هذا اكري؟ بنادق ما بنادق، اسلحه نوع الاسلحه يعني شو راح يتغير شو راح يعطينا يعني؟ راح يختلف العلم شو راح يختلف حسب كل واحد عنده العدد معين من الاسلحه يعني يتصنف. المهم نشوف تو يا اساطير هيك تقريبا شفنا اكثر الاشياء الاضافات المهمه بالتحديث. طبعا شباب لما يصير تحديث يكمل التحديث فهمتوا علي شلون، بس الاضافات بتبين اكثر معنا فهمتوا علي شلون. بس ولك شفنا اهم شيء شباب راح يكون في شخصيه جديده ورافق جديد فئه جديده وشي بلس. اوكي حبايب الكرام هيك بكون تم مقطعنا اليوم، ان شاء الله استمتعتوا معنا يا اساطير وبنتمنى لكم كل على راسي معلم، تحياتي لكم كل حب واحترام. بالنسبه شباب لا تنسوا تتابعونا على قناتنا الجديده شباب رابط تحت بالوصف. اوكي نشوفكم على خير، تشاو.